هلا ينضم الينا الان عبر الهاتف الدكتور محمود عالم الدين، استاذ الاعلام بجامعه القاهره. دكتور محمود ارحب بك. اهلا وسهلا فندم. خليني اركز مع حضرتك الضوء على ما قاله السيد الرئيس فيما يتعلق بالاعلام، يعني اكثر من مره خلال هذا اللقاء وجه السيد الرئيس الشكر للاعلام المصري لتوعيه المواطنين بازمه كورونا وايضا لضغط الشائعات التي ظهرت خلال الفتره الماضيه، تفضل. الاعلام الحقيقه خلال الفتره القليله الماضيه نجح في انه يلعب دوره على اكثر من مستوى. المستوى الاول المستوى الاخباري، انه كان بيعمل متابعه وتغطيه لكل الفيروس والاصابه به سواء داخل مصر او على المستوى العالمي، ولحظه بلحظه ومع المصادر الموثوق بها، المصادر الرسميه، صحيح، بدون تهويل وبدون تهويل. المستوى الثاني مستوى عمليه التفسير، انه ظاهره الاصابه بالفيروس وابعادها وجوانبها، فهنا كان في دور الحقيقه توعوي او دور في التوعيه والتثقيف الصحي من خلال استضافه يعني عدد كبير من الخبراء. نمره ثلاثه كان هناك تغطيه حيه لردود الفعل في الشارع، وخاصه ما يتعلق بتطبيق القرارات وبدل الالتزام، ونزلت الكاميرات وشبكة مراسلين ممتازة، يمكن إكسترا كان متميز في هذا، وكان هناك صراحة ووضوح في التعامل مع الظاهرة، وعالي ينبع من مسؤولية مجتمعية أن هذا الموقف لا ينبغي أن يؤخذ بجدية، وأن أمامنا النموذج الإيطالي ونماذج سلبية أخرى لابد أن ننتبه إليها ونحن في بداية الطريق. فكان الحقيقة هذا البعد التحذيري ايضا نقلت رسائل طمأنة من جهات عديدة من خلال شرح اجراءات الدولة في المكافحة والمواجهة ومتابعة كل الخطوات اللي بتعملها الحكومة، سواء كانت خطوات استباقية او خطوات واقعية، ويعني كان يعيش لحظة بلحظة صحيح مع الاحداث. دكتور محمود، يعني خليني يمكن اضيف على حديثك انه الاعلام المصري في الفتره الماضيه لم يسلط الضوء على ازمه كورونا فقط في الداخل المصري، يمكن كمان كان معانا اطباء من مختلف دول العالم وايضا من الدول اللي تفشت فيها ازمه كورونا. اتكلم مع حضرتك في هذه النقطه اكثر، وايضا الجانب الاخر وهو المناشده الاعلاميه للمواطنين بالبقاء في المنازل. طبعا هنا يعني لكي نفهم الظاهره لازم نفهم بعدها الخارجي، لازم نفهم ما حدث في الصين، لازم نفهم ما حدث في إيطاليا، ما يحدث في ألمانيا، ردود الفعل فيها، كل هذه الأشياء وأصل الموضوع من النواحي الطبية وفكرة الجائحة وكيف تتحول المرض إلى وباء أو إلى جائحة، كل هذا بيرفع وعي المواطن ويجعله يستطيع أن يستوعب الموقف ويقدره بعد كده لفكرة تحمل المسؤولية. ودي يمكن ركزت عليها القناة وكانت قاسية فعلا، وهذه قسوة مطلوبة عندما كانت المحلات مفتوحة بعد السابعة خلال اليومين الماضيين، كانت عبارات النقد المطلوبة صحيح. والدعوة لتحمل المسؤولية هي شعار عدد كبير جدا من وسائل الإعلام وفي مقدمتها إكسترا الحقيقة. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عالم الدين استاذ الاعلام بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك. وسريعا